استعدادا لموسم الصيف ومتابعة ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء، أجرى وزير الكهرباء زيارة إلى محافظة الديوانية، حيث التقى الحكومة المحلية فيها والكوادر العاملة بها، معلنا إن موسم الصيف الحالي سيكون مختلفا عن الأعوام الماضية بعد إدخال العديد من المحطات إلى الخدمة وإعادة صيانة العديد منها. قمنا بزيارة السيد المحافظ ومحافظة الديوانية لأجل استعدادات متابعة خطة استعدادات الصيف، هذا الصيف اللي احنا به المحطات إن شاء الله جاهزة في محافظة الديوانية، وأيضا لدينا مشاريع الآن جاهزة وتم دخولها في مجال المحطات الثانوية والخطوط، وإحنا في خططنا في محافظة الديوانية إن شاء الله مستقبلا محطة الشنافية بطاقة 1400 ميجاوات حرارية إن شاء الله، والموضوع في مجلس الطاقة الوزاري سوف يتم قراره إن شاء الله قريبا، ومحطة شمسية ومحطات أخرى مستقبليا. الحكومة المحلية من جانبها تحدثت عن استعداداتها اللازمة لتوفير الكهرباء للمواطنين، وإنها عازمة على حل بعض الإشكاليات، فيما تشير الوزارة أنها تعمل على تقليل معاناة الأهالي هنا في هذا الصيف من خلال الخطط التي أعدتها مسبقا. هناك جهد كبير من قبل وزارة الكهرباء لتلافي معوقات ما تم في السنة الماضية، وإن شاء الله متفائلين أنه تكون وزارة الكهرباء ستعدي هذه الأزمة الصيفية بعون الله تعالى أفضل من السنوات السابقة. زيارتنا اليوم ديوان محافظة القادسية، وأيضا زيارة دوائر التوزيع والوقوف على حجم استعدادات محطة القادسية الغازية، هي لمراعاة زيادة ساعات تجهيز الكهرباء في محافظة الديوانية، الوقوف على حجم استعدادات الصيانات الدورية والاضطرارية، حجم الإتاحة بالخطوط الناقلة والمحطات التحويلية، الجهود الكبيرة لقطاع التوزيع، فك الاختناقات، تغيير ساعات المحولات، استحداث المغذيات، توفير المواد الحاكمة. كل هذه الزيارة اليوم شملتها زيارة السيد الوزير والسيد المحافظ، غطت حجم العمل لكل من قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع. وتأتي زيارة وزير الكهرباء إلى محافظة الديوانية لمتابعة ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء وكذلك الاستعدادات لموسم الصيف. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، الديوانية.